اتقسمت زي تلتين، تلت العمارة وقع، في نص وقع والنص التاني كان فيه مثلا بوسي وهنا، ده ما وقعش، يعني ممكن الشقة اتقسمت نصين. العمارة كبيرة، العمارة 14 دور، الدور مكون من 6 شقق، في اوض من الداخل وفي شقق من الداخل وشقق من على الواجهة. الشقق الصغيرة هي هدير ليها الشقة، الجزء اللي هو ده دي أوضة نومها ودي أوضة نوم ابنها وأوضة نوم البنات الناحية التانية هما بس، ما والجزء بتاع المطبخ أصلا نص واقع والنص لأ، يعني نص الشقة اللي في الجنب اليمين هو اللي وقع والنص التاني ثابت مع بقية العمارة ثابتة. هي لما حست باللزق والخبط هي بوسي اللي حست، فهي واخواتها البنات نايمين في الاوضه، جوجو وهنا خدتهم خرجتهم عند باب الشقه، حاولت تفتح الباب ما عرفتش ان ماسوره الغاز اتكسرت وتنت التنت على الباب، تنت على الباب، ما كانش الباب عايز يفتح، فقبل ما فتحته فبتصرخ يا ماما يا ماما يلا البيت بيقع يلا البيت بيقع. اخوها مع بيفتح الاكره ومامتها لسه بتطلع من الباب، كان الجزء بقى اللي انهار ده واخده ونازل، هي شافت مامتها وشافت اخوها بالفعل وجوز امها اللي هو ابو هنا وهما بيقع بيهم الاوضتين. هي مامتها